تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام. اليوم شهد ساحة التحرير توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إليها من جميع محافظات العراق، حيث شاهدنا وصول مجموعات من البصرة والناصرية والكود، إضافة إلى عدد من المحافظات الجنوبية، حيث ما كان منتظر اليوم هو 10/12 اليوم الذي كان ينتظره الجميع. نحاول نشوف هنا الناس اللي جايين. السلام عليكم. سلام على سالم. منين جايين؟ والله احنا هنا من بغداد جايين. والله المظاهرات ان شاء الله سلميه، احنا قد ما يجروني ويردون يثيروني ما يقدرون علينا ان شاء الله. ان شاء الله كلام المرجعيه ماشي وانتزم بالمرجعيه، بالمرجعيه السيد السيستاني الله يحفظه زين، وان شاء الله ما يجروني الى اي حدث، وهم لهذا الحدث سووا ان شاء الله. الله نقول احنا لما ما دول عراقيين، وانتم لما ما اجيتوا انتم كلكم ولدني، انت المسؤول مالك هذا، هو انت راتبك ايش قد؟ هو راتبك 500، لما ما تقتلك انت بشر عراقي، لو يصير ابن عمك، لو يطلع اخوك، لو اقرباك، مو ذو احنا كل احنا عراقيين، مو لا لا، زين انت هذا المسؤول ماخذ مليارات، انت شلون تحميه؟ انت تحميه وتروح تقتل وتروح على الدراجات وتقتل ابو كربله وبالنجف وبالحله وبالديوانيه، ليش؟ شنو السبب؟ يعني كلنا احنا اخوان، بس هذا سئله وسئله وشوفه منين ما منين يطلع لك. الله طبعا مشاهدينا الكرام ما يجدر الاشاره اليه الى ان اليوم القوات الامنيه والمتظاهرين اكو تعاون كبير بيناتهم، خاصه الشرطه الاتحاديه اليوم شفناها على اطراف ساحه التحرير تحمي المتظاهرين باجراءات امنيه مشدده جدا. السلام عليكم. عليكم السلام. من جاي اليوم؟ من بغداد. جاي من محافظة، من منطقة الدورة. من منطقة الدورة. شنو رسالتك؟ شنو مطلبك الأساسي؟ والله مطلبي الأساسي إنه هاي الحكومة تتغير. ليش؟ لأن صار 16 سنة ما شفنا أي تغيير، ولا شفنا أي شيء سووه للشعب هذا الفقير، الشعب البسيط، الشعب إنه شعب مسالم. والدليل على انه هذا اليوم هو يوم 10 بالشهر، انه هو هذا اليوم انه على اساس يدخلون الخضراء، وما دخلوا الخضراء ليش؟ لان فكروا بعقولهم انه هم هذا الشيء خطر عليهم، خطر على الدوله، يردونها سلميه من البدايه الى النهايه. واحنا نريد اصلاح، نريد اصلاحات، خلي يطلعون، خلي يتنحون هاي الحكومه، احنا انتخبناهم واحنا هسه بلساننا جاي نقول لهم اطلعوا سلميه، احنا سلميه من البدايه الى النهايه، فانتم ما حققتوا للشعب هذا الفقير اي شيء ما حققتوه، فاليوم احنا نطلبه منكم واللي نترجاه منكم انه تطلعون، اول تالي تطلعون، انتم شنتوا تقولون الطاغيه صدام حسين، شنتوا تقولون طاغيه، انتم طلعتوا ادغى بعد من صدام. تمام، شكرا جزيلا. مطالب المتظاهرين هنا واضحه بتغيير النظام وحل مجلس النواب وحل الحكومه بشكل نهائي.